في أكثر من طريقة لعمل شغلات مثل هيك، يا أما بنرسمها رسم بالريشة والألوان، بس هاي بتاخد وقت كتير طويل، زائد أنه التفاصيل ما بتطلع دقيقة 100%. فأحسن حل لهاي الشغلة هي ورق الطباعة، حكيت لكم قبل هيك عنه، بيجي ورق A4 أو A3 بنطبع عليه الشكل اللي بدنا إياه. وأنا هون طبعت شكل اللي هي تعريقة الشماغ، تمام. هلأ اللي بدنا نعمله، بس بدنا نجيب عجينة سكر لون أبيض عشان نفردها على الكاونتر ونلزق عليها ورقة السكر. طبعا في خيارين، في ورق سكر وفي ورق ويفر، نختار احنا اللي بدنا اياه. بس ورق السكر دائما بيكون شكل الطباعة عليه اوضح. وشغلة مهمة بالنسبة للطباعة انه لازم يكون ريزوليوشن الصورة نفسها اللي انا بطبع منها لازم يكون كتير واضح. طبعا احنا بنطبع بطابعة غذائية، احبار غذائية، ورق بيتاكل، ممنوع نحط اي اشي على الكيك ما بيتاكل. طبعا رح اعجن العجينة كتير منيح، بعدين اجيب شوية نشا احطه على الكاونتر عشان افرد العجينة مشان ما تلزق وانا بفردها. اوكي، عشان احط ورق السكر عليها واقدر اتنيها تنيات حلوه تعطيني شكل قريب للحقيقي، لازم كثير ارفع عجينه السكر عشان تكون معي اتنيها بسهوله. بفرد العجينه كويس، يعني الطابعة هاي يمكن وفرت مجهود على الناس، ما بتتخيلي قد ايه موضوع الرسومات، موضوع الاشكال، حتى اشكال كثير يمكن كان من الصعب انه نحن نعملها بالكيكات. الطابعة هاي هي اللي بنعملها بكل سهوله، بتعطينا شكل كثير حلو. واي حدا بحب يسال على الطابعات والاحبار والناس اللي بتطبع، تواصلوا معي على صفحتي ان شاء الله بفيدكم. يعني فكرتها كثير بسيطة بالضبط، وبتعطيكي شكل ديكوريشن كثير حلو. جد كثير حلو فعلا، يعني الواحد ما بتخيل انه طريقة الشغل بهالبساطة هاي. هلا هي بتنرسم، بس دائما بقول إذا كان في قطعة كبيرة بدها تنرسم يفضل إنه نطبعها طباعة. ورقة السكر بتيجي بهاي الطريقة، بكون في طبقة من البلاستيك تحتيها، بنشيل الورقة شوي شوي شوي، مزعة مش عارفة ليش هذا بصير. اوكي، نتعامل معها بحذر شديد. هلا بنقلبها على الجهة الثانية، وبدي اجيب، ما هون ما بينفع نحط مي لانه ورق السكر بدوب، لازم احط الجلو او مي وبودرة السي ام سي او مي وسكر بودرة، ويكون قوام المزيج لزج، يعني سميك مش خفيف. حلو، لانه المي لحالها رح تدوب لي طبعا، خاصة الورق رقيق. الورق بالضبط، الورقة رح تكون رقيقة، فبنحط الجلو، بعدين بنقلبها على عجينة السكر اللي فردناها، بنلزقها، ممكن هيك تضمني انها نفردها بالضبط، بعدين بنشيل الزوائد بسكينة ايوه او بيتزا كاتر. هلا بتشكليها، بتقدري تشكليها بالشكل اللي انت حاطتيه هون. هلا المفروض انه اشكلها بس بحذر، يعني شوي شوي، ما نشد كثير لانه ممكن تتمزع معنا، لانها زي ما قلنا ورقه سكر حساسه، والتعامل معها بده شوي شوي عشان نعطيها شكل لطيف. بدنا نتنيها من الاطراف بهذا الشكل، وشوي شوي زي ما حكينا نتني الأطراف كلها مشان ما تبين إنها ورقة. أوكي، الجوانب كلها بتنيها، بعدين ممكن أعمل زي تنيات. لو سهلة، شايفين كيف بقدر أتحكم فيها وأتنيها، بس نكون حذرين ودايرين بالنا ما نشد عليها. فهيك أعطتني شكل زي كأنه قماش. أيوة صح، فيها تنيات بكل سهولة. هلا ال الطرف هذا عشان اعمل الدناديش اللي بالقماش، شو بدي اساوي؟ بدي اخذ
عجينة السكر أعملها زي شريط. هذا الشريط بدي أقسمه بسكينة بمشرط، أنا عندي هاي الأداة بتسهل علي. اللي بدي أعمله بدي أصير أقطع الجوانب بس مش لفوق فوق. أوكي بهذا الشكل. عشان أعطيها شكل القماش اللي على الأطراف. طيب شيف نسرين يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك. خلاص هيك إحنا تقريبا بس بدنا نلزقها يلا بهاي الطريقة، نضغط عليها وبعدين نفس الشيء بنتنيها بنفس الطريقة اللي شفناها قبل شوي. يسلموا إيديك يا حبيبتي.